أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برانشي على 90.3 أكلات من الجهات اللي كل مرة يطلع عليكم ويزور مدينة من مدن تونسنا البيا. واليوم اتجاهنا باش يكون المدينة جمعت فيها جميع الديانات وتعدت بها الحضارات، مدينة جبلية بشتاها وصيفها تسمت مدينة الحب والجمال، تعداو بها الرومان البيزنطيين العرب والعثمانيين. سيكا بلاد التاريخ، نقشوها الرومان بالمماجل الرواق الحمام وبمعلم البازيليك، نتسحروا بزينة البيبان والسقوفات، ورمز المدينة القصبة عالية وشامخة، أسوارها طويلة حاميتها 8 أبراج و5 بيبان، محلاك يا الكيف ومحلى ناسك الطيبين، ومغلطش اللي سماك مدينة الحب والجمال، أهلها بالعز يستقبلوك وبكسكسي البرزقاني يودوك. ومع مدام راقية المرابط نعرفوا سر البنة والتصنيف والقداء. عسلامة ومرحبا بيك. أهلا بيك أروى شرحولي. حسك كان غمست في ال والله نسمع فيك شعر مشيت للكيف هكا وزرتها. مانيفيك والله مانيفيك. حسيلو يعطيك الصحة، يعيش رحلو وكلم موزون ومزيان في عقله. حلو يعيش مدام راقية، بركة الله فيك. وانت بالطبيعة كل مرة هكا تودنا بالغسات التحفونين وسهلي. شفت كي تبدا مثلا الرسات، يقولون مثلا تبدا الرسات صعيبة ومجهم علينا، كي نسمعوا مدام راقية المرابط يقولوا يا هي سهلة، اش بينا ما احنا جهمت علينا وهي سهلة. خاطرك انت بالحق عندك طريقة معناها تسهل المعلومة وتوصل لنا سهلة على الاخر. هو أروى يلزم هكا، يلزم واحد يتحدثها بالسياسة ويفهمها بغيفمون هكا فاسيلمون، باش العبد بعد يقول كنا باش نقعد نسمع تصعب عليا الغسيت فد واحد. احنا نغرموا نحكيو باش نغرموا شويه العبيد، يسمعوا شويه شعر، يسمعوا شويه تصنيف، يسمعوا شويه كلام معناها. وانت تحسك مغرومه بالكوجينة، تحسك معناها فن تتفنن فيها الكوجينة. انا بوغ موا سي ان بليزير. فما الناس يقول لك شو تدخل الكوجينة كورفي، انا لا، انا بالعكس، انا تقش عليا نعمل تقش عليا نعمل بانتور، تقش عليا نعمل تابلو، تقش عليا نعمل جو. كل واحد مغرومه فما غرام. كل واحد يعطيك الصحة. مدام راقية اليوم اتجاهنا باش يكون مدينة الكيف. وبالطبيعة عندنا منو ما شاء الله كما اليوم سي تري كوبيو تحفون على الاخر والله على الاخر. دونك كالعادة عندنا مسابقة اللي هي الهريسة من اهداء نجمة. خرجنا وسألنا العباد وشفنا اسكو يعرفوهم المنيو هذا من انا بلاصة والا لا، ومع بعضنا نسمعوا كيفاش كانت الاجابات. عسلامة. عسلامة مدام، مرحبا. نشرفوا باسمك. فادي شكري. سي شكري، احنا في اكلات من جهات برنامجنا كل مره نمشيو لبلاصه وناخذوا المنيو نتاعها، وانت ما عليك كان طلعنا شنو البلاصه ذا. باهي باهي البلاصه. طيب البرزقان، المريشه، المدموجه والغرايف قربت لك شويه. هذوما يظهر لي في الشمال الغربي هكا تحديدا. كيف الكيف؟ كيف اجابتك كانت الكيف. تابعنا نهار الاحد في اكلات من الجهات، وان شاء الله تكون انت من الرابحين. ان شاء الله بارك الله فيكم وربي يعينكم ومرحبا بحياة فيها. يعيش على السلامه مدام. يعيشك يسلمك يعيشك. نتعرفوا باسمك؟ ناجي سعد. باهي مدام ناجي، انا تو باش نعطيك اكلات وانت يلزمك تطلع لي شنو هي الولايه من ولايه تونس اللي طيبهم هذوما ساهلين مش صعاب. باهي عندنا البرزقان، المريشه، المدموجه والغرايف. هذوما ما نعرفهمش، اما الغرايف والمريشه سليانه. انت تقول ولايه سليانه. سليانه ايه. تبعنا نهار الاحد في اكلات من الجهات وان شاء الله تكون انت من الرابحين. عسلامه. مرحبا بك اختي. انت عارف باسمك؟ سيده سفينة. باهي مدام سيده، انا تو باش نعطيك منيو طيب وجهه من جهه تونس وانت عليك تطلع لي شنو الولايه هذايا. باهي عندنا البرزقان، المريشه، المدموجه والغرايف. ولايه الكيف. انت تقول ولايه الكيف. ان شاء الله اتبعنا نهار الاحد وان شاء الله تكون انت من الفايزين. ورجعنا لكم اعزائنا المستمعين بعد ما كنا نسمعوا في المسابقه والعباد اللي جاوبت. اكيد عنا مش يكون عنا فايز كالعاده في برنامجنا اللي هي من اهداء هريسه النجمه. اما توا قبل يلزمنا نشوفوا شنو هو المنيو مع مدام راقيه اللي هو كسكسي البرزقان، اللي ديجا كي تقول برزقان تقول الكيف. اي هو البرزقان عاد شنو عاد البرزقان يا بابا؟ برزقان هكا ولا باش تكون التسميه؟ البرزقان هكا. البرزقان ماكله رويال.
سي رويال معناها يدخل ماكل البرزقان عند لي كيفوا جماعه الكيف عندهم ان فيستا معناها عندهم مهرجان كبير نتاعهم تاع البرزقان تبارك الله سي تري كوبيو وبنين ومطعم سي تري ياسر بنين قد ما تاكلوا تقول انا نحبوا الحقيقه بون الوغ شوف البرزقان انا بور موا سي تري فاسيل افير وش نعطيكم حاجه سهله ياسر وفي ساعه يتعمل له بنين برشا شوف تاخذ الشقيله بالماء شقاله بالماء كبيره شويه عريضه تو فو دير فهمت كروينه تش تحط في كروينه تحط لها الماء وتحط الكليل الاخضر الكليل الاخضر خذ ربطه كليل خضراء فرشكه مش واحد وتاخذك الجيجول الكتف تشقو ما تكسروش تخليه صحيح هذيك الضيافه نتاع الكافيه لي كافوا كي يضيفوك بيقولولكش لحمه يحطوا لك الكتف ولا شيغو كامل مع بعضه مجرح مشقوق اهل الجود والكرم اهل الجود والكرم وهما معروفين الجبل والكليل والحليب البقري معناها سي لوغ لي زابيتود نتاعهم الوغ تحط الماء بارد تحط الكليل ومن بعد تحط الجيجو نتاعك مشقوق هكا ما تكسروش تشقو 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 وتخليه وتغطسو فك الماء هذاك البارد تشعل الغاز نتاعك ومن الفوق تحط الكليل الاخضر هكا هاو بلاش زيت تحطش زيت تحط ملح هكا هاو كليل وملح وماء سيتو وما تنجروش مش الشحم نتاعو من اللي نتاعو خليه هو ذاك سي لا كوفيرتور نتاعو اي سي لا باش يهبط السافور نتاعو القوه نتاعو كل اللحمه اللي مغلفه باللي خليها ما تخافش بون يغلي 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 يقعد يغلي في الملح نتاعو اكاها انت اونتر طون شنو تعمل يا اربع تاخذ الكسكسي نتاعك تفورو في كسكس ومقفول اخر العاده نتاعنا والعوايد نتاعنا الكسكسي هذاك اللي تعمل ديما هكا كسكسي ديجا كيما يحب كسكسي ديري ولا بكويت ولا سامحني نتاع البكويت ولا نتاع هذاك الديري كيما تحب انت بون انت حطيتو يفور هذاك نتاعك انت اون تخطون اش تعمل تاخذ الفيكيا نتاعك تقليه ديما نقول لكم اقليوها الفيكيا راهي ابن تحطيش في الفور تولي كروستيانت ما تقعدش تقرمش هذه بالزيت تولي مقرمش تولي ياسر بنينه بون تاخذ الفيكيا نتاعك تقصها لوز بندق بفريوه وزوز والدقله فرنسيس تاع الدقله بون انت نتاعك هذاك يفور اللحم نتاعك تبارك الله قاعد يطيب تشبك ريحه الكليل والملح اكاهو وهو الكليل والملح. طيب القوه الزيت نتاعو طيبها فك طابتك الزبده نتاع اللي هذيك تبدا هابطه في وسط المقفول هذيك انت قليتش الفيكيا نتاعك كسكسي كفار تاخذ الحليب البقري راهو حليب بقري تاخذ ببري انت والكونتيتي دي تاع العباد 10 بيرسون نص ايترا 15 بيرسون ايترا يغلي الحليب البقري نتاعك تحي له كل كشكوشة نتاعو تاخذ شطربك وزبده تصبوا فك الحليب البقري تاخذ انت كالجيجو نتاعك تصفيه كالجيجو الكتف تصفيه من الكليل الكل تلوحوا الكليل تو ريكوبير لو بويون نتاعك الجيجو هذاك تصبوا تحط صفيه تصبوا فوق الحليب يغلي وك الزبده اللي تذوبتها هبطك القوه نتاعو ما تحطش الزيت ريت زبده وحليب ولا القوة نتاع اللحم يهبط اللحم نتاعو ما كانش يولي قوي ياسر فهمتي يولي ما عادش يتاكل هو غافيني نتاع هذيك نتاع الكيف يعملوا هكاك تصفيه تو ريكوبير تسقي كل ما تسقيش كل الكسكسي نتاعك تعمل تاخذ الكسكسي من المقفول نتاعو سخون تحط فرشة كسكسي تعمل فرشة دقلة وفيكي فرشة كسكسي فرشه دقله وفيكي فك البلا سيرفيغ هذاك نتاعك اخر فرشه نتاعك اخر كوش كوش هذيك اخر الكوش نتاعك هذيك الفرشه نتاع الكسكسي تحط اللحم وتاخذ باللوش وتسقي بك الحليب والزبده ولا الجو نتاعك اللحم تسقيه حتى لين تحسوا شرب بالقدا اخر حاجه
الطرم ياكل فيك ياكل اللي انت قليتها تزينها تعملها ديكوب تعملها ديغيور هكا كيما تحب معناها تزينها تتفنن ورده تعمل اش تحب وكل الكتف هذاك محطوط على جنب والفيكي على جنب وتكمل تزين لو بوردور نتاعك البلات سيرفير نتاعك الحرف الكل بالدقله المقصوصه هكا وهذيك البرزكين شو هذيك البرزكين راهو اسمع يبدا هي الضيافه راهو كي يجي اي حد من ولايه اخرى الكافيه هذا البلا نتاعهم اللي يضيفوا بهم هذا لو بلا برينسيبال نتاعهم تاع العروسات نتاعهم عروساتهم والام نهار لحد بنتها ما عندهاش وقت تعمل برزكين هذيك هو اللي باش اللمه نتاع العيله كل لمه نهار لحد يعملوا هذاك البرزكين نتاعنا وتحيه لاهل الكيف تحيه لاهل الكيف شنو الوجود والكرم انا مشيت مره كليته في عائله في عرس فريمون ما روعه روعه والله احنا في تونس عندنا كل شيء عندنا والله كل شيء عندنا من المناظر الطبيعيه للجبل للبحر للغابه كل شيء اللي نشدوا احنا في الكوتيوم نتاعنا في العوايد نتاعنا رانا نغرقوا نشيخوا وما نستحقوش باش نخرجوا منها البلاد ديجا بلادنا تكفي والله فيها برشا حاجات برشا حاجات مزيانين وان شاء الله نحافظوا على الطبيق نتاعنا وعلى الجو نتاعنا وعلى الاكله نتاعنا هذيا ثمينه ياسر وبنينه برشا يعطيك الصحة مدام راقية احنا الحصة نتاعنا بديناها بالبرزقين مازلت عنا المريشة المدموجة والغرايف اذوما الكل نرجعوا من بعد نشوفوهم مع السادة المستمعين اما توا قبل هذا الكل نخرجوا فاصل ونرجع لكم بعد شوية أكلات من الجهات في مطبخ الحياة